بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن درس جدا جدا صغير عن السيتو بلازما. طبعا السيتو بلازما الجزء المحصور أو الذي يقع بين النواة والغشاء الخلية، كلنا نعرف هذا الكلام. ويحتوي السيتوبلازما على كثير من المواد الذائبة مثل الأيونات والعناصر الغذائية، وأيضا يحتوي على نوع من أنواع البروتين. وكثير من العلماء يتكلمون ويقولون أن السيتوبلازما يحتوي على أنواع كثيرة من المخلفات الخلوية، وأيضا نوع من أنواع الفيتامينات. كثير من الفيتامينات موجودة داخل السيتوبلازما، وأيضا كثير من العلماء يقولون أن السيتوبلازما يتكون من عديد الغازات الذائبة، وهذه المواد متجمعة تحصل داخل الخلية على شكل مواد كيميائية، وهذه المواد الكيميائية لازمة لعملية البناء والهدم داخل الخلية نفسها. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس المبسط الصغير جدا. إن شاء الله راح نتعمق في الدروس القادمة أكثر. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.